تابعين معكم مشاهدينا الكرام، لفتوا لي نظر المشاهدين ومعالي الوزير ما حب يصلح لي. انا يعني بحترم هذه اللفته منه الى اني عيدت المسيحيين خصوصا بعيد، يعني يمكن تربيتي ووطنيتي بتخلي المسيحيين والمسلمين بالنسبه لي واحد، والمعايده بتكون شامله للكل، بس اكيد اخص المسلمين في رمضان الكريم شهر الخير. وبنعود الحلقه اللي فيها كثير اسئله، ومعالي الوزير يعني بدك تسمح لي اطلع بتليفوني على اكثر من سؤال. كل الاسئله متاحه. أوكي. وما في اي مشكله.